مرحبا، صباح الخير. نحكي لكم اليوم عن عملة مدغشقر. عملة مدغشقر هي أرياري، أصغر ورقة. طبعا كل ورق ما عندهم كوينز. أصغر ورقة ب100 وأكبر ورقة ب20,000. لما صرفت أنا 500 يورو هون طلعوا تقريبا 2 مليون، 2 مليون ارياري. اعطتني اياهم، ما عرفتش وين احطهم. بدهم شنطه سامسونايز زي هدول تبعون البنوك. وهي طبعا هدول كلهم اللي شايفينهم 20 يورو. بس شايفين كمش، مش عارف وين احط. طلع كيف بدك تحطهم؟ مضطر انك تحمل شويه فلوس معك، وما بعرف يعني هيك تشعر انه جيبك مليانه دائما ومليونير. شعور كويس. الأسعار طبعا لا أخفيكم، الفنادق شوية أسعارها بالنسبة للي أنا توقعته غالية. توقعت إنه زي ما حكوا إنها رخيصة كتير البلد. يعني أرخص فندق قعدنا فيه 40 يورو، في فنادق ب180 يورو و200 يورو. ما فرقت كتير يعني الفنادق، هاي 3 ستارز، هاي 4 ستارز، هاي 5 ستارز. فنادق نظيفة بشكل عام. بس زي ما حكيت لكم الأسعار، يعني رحنا أكلنا أكلة سمك ب20,000 أريال، يعني حوالي 6 يورو. رخيص رخيص، بس بالنسبة للمحلي ما أعتقد إنه رخيص كتير. يعني ما حد بيقدر، يمكن هذا المطعم أسعار سياحية، لانه معظمهم بيعيش هون على دولارين باليوم ماكسيموم الدخل تبعهم. هي كل العيله عايشه على 2 دولار. anyway، هذا اللي حبيت احكي لكم عنه سوري اليوم. و صدفه، شوفوا احنا كنا ماشيين على شط المحيط ولقينا جسدين. عرف شو هم؟ خدعه، هم اقدام، هم خربانين. anyway حنتركهم حتى لو فيهم مصاري، بدناش وجع الراس. لما تكون في بلد اجنبي حاول تبعد عن المشاكل، لانه ما بتعرف شو بصير. يعني هاي كمان واحد شو بعرفني هون شو فيه. سبحان الله، هاي وراي مصبحين جماعة. الساعة لسه 5:30 الصبح، ومع ذلك في ناس كتير عم تطلع شغل، حتى الصغار تلاقيهم طالعين. يلا صباح الخير، يعطيكم العافية. سلام مونامي.